ويسعد أوقاتكم. أهلا وسهلا فيكم بوصفة جديدة مع اليوم. اليوم رح نعمل وصفة جدا لذيذة وسهلة وسريعة، رح نعمل القدرة باللحم. فإذا أنتوا أول مرة بتشوفوا قناتي هون، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل الأطباق القادمة إن شاء الله. طبعا القدرة معروفة إنه بتنعمل بقدر فخار بالفرن، بس للأسف أنا اليوم عملتها بالطنجرة. بتقدروا تعملوها بالطنجرة بطريقة جدا لذيذة وطيبة. خليكم مع نهاية الفيديو لنشوف تفاصيل الوصفة. أول شي رح نعمل نبدأ بسلق اللحمة. اللحمة اليوم رح أعملها بطنجرة البخار الإلكترونية. طبعا أول شي ضفت اللحمة بالطنجرة ورح أعملها تشويحة بسيطة قبل ما أضيف عليها المي الساخن. طبعا رح أحط على خيار التشويح، رح أشويحهم تشويحة بسيطة لياخدوا بس. هلأ رح أنزل عليهم المطيبات. المطيبات عندي عودين من القرفة، عندي القرنفل، حب الهال، وكمان ورق الغار. بنزل كل هاي المطيبات مع بعض، وهلأ حنزل المي السخنة. هيك صارت عندي اللحمة مع المطيبات كلها جاهزة. هلا رح أضيف كمان الفلفل الأسود الحب. بحركهم تحركة بسيطة بس قبل ما أقفلهم وأتركهم لحتى يستووا. هلا بقفل الطنجرة وبتأكد إنه الخيار على خيار البخار لحتى تنغط ويطلع اللحم كتير طرية وكتير دايبة. رح أتركهم تقريبا رح أتركهم تقريبا 35 دقيقة. طبعا حسب كمية اللحمة وحسب نوعية اللحمة كمان. هلا بعد ما استوت اللحمة طبعا بشيلها من المرق ورح أبلش أستخدمها. عندي هون لنعمل الأرز، عندي هون بصل مفروم ضفت له معلقة من السمنة ورح أشوحه بمعلقة من السمنة لحتى ياخد اللون الشفاف. طبعا حنزل عليهم كمية منيحة من الثوم، عندي هون راس كامل من الثوم مقطع بهاي الطريقة، مقطع قطعة صغيرة. وطبعا هون عم بسلق بالحمص، رح استخدم الحمص ورح استخدم معه كمان مية الحمص. هلأ بعد ما البصل أخذ تشويحة بسيطة رح أنزل عليهم الثوم وبقلب هاي المقادير كلها مع بعض لحتى ياخدوا اللون الذهبي. هلأ بالنسبة للبهارات رح أستخدم الكمون، عندي هون بهار القدرة وعندي هون ورق العصفر. عصفر الورق كتير بيعطي نكهة وطعم طيب. عندي هون البهارات السبعة بالإضافة للكركم، بالإضافة للكزبرة الحب والهال، هاي الكزبرة الحب والهال المطحون والقرنفل الناعم. هاي هي بهارات اللي رح أستخدمها، معلقة صغيرة أو نص معلقة صغيرة بهذا الحجم من كل نوع. هلا بعد ما تدبل عندي البصل والثوم رح انزل عليهم كمية من الحمص، كمية الحمص حسب رغبتكم اذا حابينه كتير او شوي. بقلب هاي المقادير مع بعض لحتى ياخد الحمص نكهة الثوم والبصل. وطبعا هون بنزل جميع البهارات اللي ذكرتها قبل شوي، وهيك بقلب كل المقادير هاي مع بعض لحتى يتنكهوا بنكهة البهارات. بقلبهم لحتى ياخدوا كل نكهة البهارات اللي أنا ضفتها. هلأ حنزل عليهم اللحمة ورح أقلبهم مع اللحم. هيك اللحمة رح تاخد نكهة البصل، نكهة الثوم، وكمان نكهة البهارات، ورح تاخد كمان معاهم تشويحة جدا حلوة. هلأ بنزل عليهم كمية بسيطة من الأرز وبرجع بحركهم كويس وبرجع بضيف الكمية الثانية. بغمرهم بمرق خليط من مرق الحمص ومرق اللحم اللي ضفته. طبعا كمية المرق حسب نوعية الأرز اللي انت بتستخدميها. طبعا ما شاء الله بعد ما بلش الأرز يبلش يستوي جدا جميل، بتركه لحتى ياخد الاستواء الكامل.
وهيك بعد ما خلصت عندي بقلبها وبنقدمها وبنزينها بالمكسرات المقلية. لهون بتكون وصفتي خلصت معاكم لليوم، انتظروني بوصفات قادمة إن شاء الله. يعطيكم ألف عافية.